113 ألف 71 113 ألف. ألو مساء الخير. ألو 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 عسلامة لله، مرحبا بك. وبيك عايشك. اسم أختي المستعار مريم. مرحبا بك يا مريم. قداش عمرك أختي؟ 35 سنة. 35 سنة. شتعمل في الدنيا؟ في الدار. في الدار. مرحبا بك لله. شمس سهرك معنا الليلة وش خليك تطلبنا في برنامج سر كبير؟ يا علي مشكور برشا اللي خديتني الليلة. مرحبا بك يا ليلى بنسير. جي دورك تتفضل معنا، تحكي اللي تحب وتقول اللي تحب. مرحبا يا أختي. يعيشك عايشك. سمحني برك شوية تراك خطر. لا عاد عاد، هذا جاب ربي راديو مش تلفزة. جاب ربي راديو ما مش تلفزة. مرحبا بك. هيا اش بيك فيك؟ انت مناش خايفة؟ انت قولي، انت خايفة من شنو؟ ليه ليه والله ليه مش خايفة من شنو. انا نحب نحكي حكايتي، نحب نوصل صوتي. وديجا طلبتك برشا 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 مرة يا بنتي. هاك طلبت توا وهاك معانا. مرحبا بيك. الله يخليك يا علي. الله يخليك. مرحبا بيك. لا لا قولي اش بيك، قولي. بهي انا راجلي متوفي في اكسيدون. الله يرحمه. ينعم. عايش خويا، تعيش وتراح، خلي لي زوز نوارات ربي يفضلهم. قداش عمرهم ببري؟ عايشك. صغيرات مش مشكل. جست سامحني، فما شوية تفاصيل منحبش نحكيها في اللايف خاطر منحبش. قل لي ما تحبش شنو؟ فما عبيد خاطر تصير لي مشاكل في اللونتوغاج متاع الفامي، عرفت؟ انت ابدا احكي لي وانا تنقل لك اللي فيه مشاكل. فك علينا منه، احكي لي الحكايه شنية بالضبط. خلالك زوز نورات قداش عمارها؟ صغيرات 4 سنين وعام ونص. ربي فضلهم. كي عايشك. وهو بطبيعته والله يرحمه ما عندوش معناتها خدمه قاره، ما عندوش شهريه، ما عنده حتى شيء. اي أول حاجة حاجتي نحب نحكي فيهم نظرة الناس للمرأة اللي رجلها متوفي وشفته صغيرة في العمر. شو نظرة الناس للمرأة رجلها متوفي؟ كيفاش ينظر الناس؟ بيه تولي تحس روحك كأنك أنت عملت الذنب ذاك. خطير، ما عندك حتى دخل غير رجلك متوفي. أنت تتحمل ذنب تحس كيك حسوك. تولي حسوك مسكينة. الكلمة اللي معناتها نحن هالجيلة على صغر سنها يا لطيف. ايه عندهم عنا التوانسة الحكاية هذه. يولوا أولادي معادش صغار، يولوا اسمهم أيتام. فهمت؟ بخلاف المعاملات متاع حتى من الناس القراب قراب، معناتها من الفاميليا الناس القراب القراب. ثم معاملات تتبدل، تظهر لك برشا حاجات نجم تكون هي معناها كانت مخبية تولي تظهر. اي فهمتني. وفما ناس زادا تولي تحسك اللي انت اذا كانت حكلك رجلها ولا كلمك ولا كلمته ولا هكا فهمت، تولي كأنك انت باش تفك لها رجلها برا عدمك الحكايات. والله يا علي والله ورث خويا هكا كيما نحكي معك. فما ناس تحسك هكاك فهمت. اي موجودين. وحاجة اخرى. اي وحاجة اخرى زادا، اذا كان انت تقرر باش تعيش لصغارك وتربي صغارك والكل فهمتني، ما تسلمش. واذا كان تخمم باش تعاود المراحيات كيف كيف ما تسلمش، مع انه نحكي اون جينيرال راهو مش نحكي على روحي. هو نعرف الحق من حقوقي، ما ربي فضل لي وليداتي نورت عينيا. ان شاء الله ربي يعطيني الصحه وال ان شاء الله نعيش وليدي. عايشك عايشك يا علي. هذا في المعاملات نتاع الناس. لكن كلمتك بخصوص حاجة متعبتني برشا يا علي. شوني متعبك ليل؟ عايشك. وإن شاء الله يا ربي كان ثم ناس تسمع فيا وكان تعمل علي مزية على أختك ولا حتى على تفضل نوارات. الله يخليك. قولي شنية. أنا عندي معناتها عندي ظروف في تعب شوية مش نطلب نقول لهم اعطيني. أنت تخدم ولا لي. أنت تخدم ولا لا ما نخدمش. مالك كيفاش عايشة؟ والله هي دارنا يعاونوا فيها شوية باللي سب. وكيفاش نجم تجاب أو ساكنة في داركم ولا؟ ساكنة في دار راجلي. لا في دار. دونك راجلك حلالك داركم.
والحمد لله. والحمد لله على الاقل تلقى وين تربيك الوليدات وتحت سقف معناتها لو مينيموم معناتها. الحمد لله. ما خلالكش شهريه، ما خلالكش ريتريت، ما خلالكش حاجه. لا 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 لا. بالكل بالكل. بالكل. دونك قعدوا داركم يعاونوا فيك. باللي كتب خاطر ظروف ماك تعرف يعني، هو الحمد لله على كل حال، مي معناتها ماك تعرف زوز صغار وسيرتو معناتها صغير بالكوش والكل مع ماك تعرف يعني جست يدوب هكا باش توكل وتشرب وان شاء الله تخلص. اسمع زوز صغار مو سهل واحد باش يربيهم ويكبرهم، سيرتو في العمر اللي قلت عليه تو جاي قرايه فوالا، وما عندكش كارني نتاع دواء ويمرض صغير والله يعني. شوف شوف في حكايه، سامحني باش نقطعك شويه جوست ومن بعد كمل لي على حكايه يمرض صغير. في حكايه كارني الدواء راهو يكفي الاستظهار لدى معتمد الجهه بشهاده فقر، شهاده فقر. شو سامحني انا جريت على هذا الكل. جوست معناتها ثم قبل بكري كنت صبية في دار بابا والكل، كنت عندي بروجي والكل بنحب نعمله حليباتين لو ما سكرتهاش بقات تمشي. توا تكتفت عليا الحكاية هذيك مشيت معناتها لمتاع الشؤون والكل، قلت لك ليه يلزمك تنحي معناتها الباتين ده والكل باش ما احنا نجمو نعطيوك الكرني الابيض. نحي الباتين ده مش مشكل، نحي ما يلزمك تخلصها قبل ما تنحي. قبل ما تنحي قداش مسالة الباتين ده هذي؟ تي توا يبكون بريسك اكثر من زوز ملايين برش باش يكون ضاعت. باهي قلت لك يمرض لي واحد من الاولاد شنو نعمل؟ ما نعمل حتى شيء انا، حتى معناتها التغييرمون معناتها صغير يمرض والكل نشي دوي هكاك باللي نقدر من الفارماسي معناتها ديجا ولد تعرفني في الحومه، امان يرحم والديك انت ماك تعرفني وضعي مش نتاع طبيبها وحالته كذا وكذا بربي اعطيني. يعني التوانسه الكل اون جينيرال نبدا واضحين، التوانسه الكل نعملوا هكاك نمرضوا نمشي للفرما، تمشي للفارماسي يعطيك انتيبيوتيك، بار كونتر في فرنسا ولا في امريكا تطلب انتيبيوتيك مش ما يعطيش، ما يحكيش معاك اصلا، يقول لك جيب لي سيرتيفيكا من عند الطبيب. صحيح صحيح. تعالك على الاقل واحد يلقى الحل، يلقى الحل في انه كيفاش ينجم يعاون. انا والله عندي ظرف خاص توا اللي معناتها مش ظرف خاص، انا حتى باش فما ناس باش تلومني باش تقول لي مثلا علاش مش تخدم ولا كل، انا عندي ظرف خاص يمنعني باش ما نخدمش في الوقت الحاضر معناتها كي ولادي صغار وما نجمش. بيان سور ما نجمش تخليهم زوز، والله كان جا ولد واحد تقول تخليه عند امي عند امك معناتها مش مشكل. أيه. زوز صغيره تكون باش يعطيك الصحه حتى باش تحطهم في جارد ولا حاجه يعني، هي باش تمشي تخرج باش تخدم باش تخلص الجارد معناتها ما عملنا بار حب لك 200 دينار الواحد على الاقل. والله اكثر في البلاصه اللي انا موجوده فيها. نحكيو 200 دينار الواحد، قلت لك ما على اساس منطقه شعبيه و ما خذت خاطر 200 دينار معناتها. هكاك. قل لي شو بيك قل لي. عاد المشكل نتاعي اللي حبيت الناس تسمعني، وكان فما عندنا ناس ربي يزيدهم لمحالة ما شاء الله معناتها، لكن في خاطر زوز صغيرات انا نستنى في فلوس التعويض نتاع الحادث نتاع راجلي. متوفى في حادث مرور؟ اي اي. قداش عنده متوفي؟ عام عام ولا سيرونس كالعاده تكركر تضرب بالعام وبالعامين وبالثلاثه. يعطيك الصح يعطيك الصح. انا ديجا على خويا حاكمي اللي راهو بالمونطون اللي باش نورمالمون باش ناخذو. قداش المونطون ببري؟ كان تحب تقول كان ما تحبش ما تحبش. قلت لهم ديجا في الهكا معناتها اكثر من 30. اي على الاقل مبلغ يامن يامن لك يامن لك باش تعيش على الاقل انت وصغيرات نتاعك معناتها. صحيح كلامك. وحاول باش تشوف حويجه مشروع صغير والا كذا باش 30 مليون ما يضيعوش، خاطر راهم يتصرفوا راه ان شاء الله راهم يتصرفوا وما يقعدوش. هو شوف يا علي، هو ان شاء الله الواحد معمل هكاك والعمل على ربي مع انه حتى شيء مش يعوضه. لكن انت ديجا تو كنت تحكي فيها، تعرف انت لاسيورونس معناتها وكيفاش ياجلوا كيفاش ياجلوا ويعاودوا ويزيدوا والكل وما يحسوش انت معناتها كزوز صغار هذوكم شنو هي الظروف اللي هما عايشين فيها. شوف زاد انت اسمع. نعم تفضل تفضل. نعم والله يا علي خويا وشكوى ربي سبحانه، والله انا ولادي محرومين من برشا حاجات. ربي يعوضها وربي تو يعوض لهم. يعوض لهم صحيح. انا عندي طلب كان تسمح. تفضل عيشك.
نطلب من أي إنسان، وكان أنت يا علي تقدر تعاوني فيه. بيان سور بيان سور. أنا شوف، في خاطر أولادي مش في خاطري نعرف أنا. نعرف نعرف. أنا بإذن الله عندي أوراقي متاع الحكم وكل شيء، وأموري بلابل وما عندي حتى مشكل، وكل ما يثبت أنا شكون وقضيتي وكل شيء. أنا عندي طلب وحيد قل لي اطلب من اللي إنسان، تحب تقول. الله يخليك، إذا كان فما إنسان من رجال أعمال هما لبس عليهم الله يزيدهم من فضله، لكن في خاطر زوز صغيرات نجيب لكم أوراقي، نعطيكم كل ما يثبت، لأن عندي حكم نستنى فيه وباش ناخذ عليه فلوس، نعطيكم الضمانات القانونية الكل، جست حاجتي بتسبق من واضح. الفلوس هذيك، جست علاش باش نقول لك يا قل علي، لي ايه بيان سور. أبار إنه أنا محتاجة وأولادي محتاجين، أنا تراكمت عليا برشا ديون ما لقيتش منين نخلصهم، أنا وصلت امرأة وتعرف ظروفي بالكدا بالكدا بالكدا، حلت لي مشكلة قبل من أول ما توفى راجلي الله يرحمه، أقسم بالله يا علي، أقسم بالله، وحكينا وتفهمنا، وقلت لها راه نهار اللي ناخذ الفلوس نخلص نخلصك أختي الله ونعطيك يرحمه بيان ويجيب. سور. اش عملت المرأة هذه؟ مشات شكات بيك؟ المرأة أقسم بدين الله عملت لي فضيحة قدام الدار وقدام قدام الناس الكل وقدام الشيران، وأنا استنيتك وأنا استنيتك وأنا مو زاد استنيتك، اسمعني، كل واحد الأرب يعلم ظروفه زاد. راهو يجي نقول لك، ما هو أنا اللي يحلك، حضرتها اسمعني، اللي يحلك شوف خناقك نهار أي راهو ساعات تضيق عليه ويحتاج باش حد يحل خناقه. اسمع بام، ما احنا ضد ان واحد يعمل فضيحه لحد والا يهنتله ولا صحيح. يشد أنا يفضحه هذاك قدام اللي الناس. حاسس نفسي اي أي صحيح فهمت، صحيح اما صاحب الحق راه صاحب حق، تفهم فيه؟ ما دام حلت لك خلاقك هي في يوم من الايام، هي تلقاها زاد ضيقت بها الدنيا ومحتاجه شكون باش صحيح يحل لها خناقها. صحيح صحيح ومعذورة، لكن أنا تعرف وضعي، وأصلا أنا تعرف وضعي، أنا ديجا ناخذ الكوش لأولادي بالكريدي، ديجا نعرف تعرف نعرف وضعي نعرف. معناتها على كل هون الناس يسمعوا فيك إلى أصحاب القلوب الرحيمة اللي يحب يعاون المرأة هذه. شوفي يا علي يا علي أمان، عايش خويا تفضل فرحك تفضل بيان سور. يعيشك، أكبر مزية أعملها، وإذا كان فما ناس بالحق لبس عليها راهو نعطيهم الضمانات القانونية الكل، نعرف نجيب لهم نعرف أوراق وكل شيء، نعرف. جوز ما حشتيش باش يعطيوني هكاك لله، اي راهو بيان حاسب سور بسلفة على حسب المونطون اللي باش أنا كذا باش زوز ناخذ. صغيرات يمنعوا من التشرد ومن وانت تحل خناقك زاده تتنفس شويه زاده. والله يا علي أقسم بدين الله، أقسم بدين الله، ممكن فما الناس مش بتصدق على الحكاية، أنا نوصل 3 أيام و4 أيام حتى حق باقيات ما عنديش، أقسم بدين يصير الله، لمولا التاج أقسم يحتاج بدين. وراسك انت تحتاج اكثر من هك. مولا يعطيك التاج لله يحتاج الى اكثر من هك. دونك أنا شو يا علي، أنا مشكلتي مش نستعطف في الناس، أنا مشكلتي ما نحبش نمد يدي لحتى حد، ولا نمشي ندق على حد نقول له هي تعطيني اللي نعرف سلفني، نعرف ولا هي نعرف. تعطيني لك ما يسالش، بوه متوفى الله يرحمه ربي حب كيكه، ونعم بالله راضين بحكم ربي، ربي حب كيكه باش هو يخلي لولاده حاجه يعيشوا بها، ودعوة زادة هما دعوة زادة معناتها دعوة زادة إلى شركات التأمين بربي في قضايا الوفاة نتيجة حادث وإلا كذا، بربي اي يزربوا شوية في الدوسيات يا أخي. عاطينهم من جيبكم الفلوس؟ مش عاطينهم من جيبكم. اي الناس لا هما ياجلوا عالي جدا إي عالي نعرف. ها نقول لك علاش هذاك كله تطويل مشاور يعطيك الصحة اي في الصحة وأطوار التقاضي، حتى أطوار التقاضي زادة طويلة شوية زادة، فهمت؟ اي طويلة اي شوية ومعقدة زادة، عملية معناتها تحديد المسؤوليات زادة راهي معقدة وفيها لا برشا. احنا تجاوزناها نعرف المرحلة هذيك نعرف نورمالمون، نعرف تجاوزناها نعرف وصايي نعرف. إذا معناتها كان إذا كان أنت استصدرت حكم سي معناتها اي اي أي اي شنو هي اي اللي ناقص؟ اللي ناقص شنو؟ عندهم حق باش يستينفوا يستينفوا لا عادي هاني جدا قلت لك هذوكم أطوار التقاضي لازم يستينف لك، اي فهمت؟ يعرف هما يعرفوا اللي هو الحكم مش باش يتبدل، راهو مش باش يصير فيه حد شيء، هي ما لكن عندهم حق باش سيستماتيك يستينفوا سيستماتيك كهو. سيستماتيك. على اي كل اي الدعوة نتاعك هاي وصلت للناس، إذا كان فما حاجة أنا أختي تو نتصل بيك، واللي فيه خير إن شاء يعيشك الله فيه خير. يعني يعيش الله أختي لله، يخليك عايشك يا لله عايش. إلى اللقاء. تصبح على خير. نوصل ليل و35 دقيقة على موزايكا فهم، ما زلت نستنى تليفون 71 113 ألف، 71 113 ألف للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو عسلامة سيدي، مرحبا بك. اسم خويا المستعار. يا عايشك مهدي يا ناس. مرحبا بك يا مهدي، قداش عمرك خويا؟
عايشك 26 سنة. 26 سنة. مرحبا بك سيدي، قل لي شوي خويا شو مسهرك الليلة؟ والله ساعة ساعة علي حبيت نسلم عليك. مرحبا بك يا خويا، سلمك عايشك. باهي والله انا مشكلتي عندي مشكلة كبيرة، ما هي مش كبيرة ما معناها تخون تنفس لك حاسيت. انا عندي خطيبتي تولينا عامين مخطوبين. وين تعرفتوا على بعضكم؟ ولا كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ تعرفنا على بعضنا في الفاك، معناها احنا نقرا مع بعضنا في وحبينا بعضنا كيما الناس الكل واخطبنا بعضنا من بعض معناها وكنت باه. انا وياها معناها نحبوا بعضنا وممكن نبداو معناها مانيش متعاركين، نبداو محلينا على الاخر وباهيين وكل شيء باهي ما فما حتى مشكل. سوفك هي معناها ما عرفش، هي تحسها عبد بوسيسيف ياسر. باهي انت قداش عمرك ساعه؟ 26. وهي قداش عمرها؟ كيف احنا معناتها فرد عمر. فرد عمر. باهي قلت لي تحسها بوسيسيف في شنو؟ كيفاش؟ فسر لي. بوسيسيف في انها انت معناها تحبك، معناها ما تنجم تفرح ولا تكون حتى عامل جو ولا اي حاجه كان معها، هي معناها تحب تخرج كان معها. لا هذا هو حاجه باهية، اما ما نعرفش معناتها مثلا حتى كان تخرج مع داركم عندها هي تتقلق. لا ما يلزمش تتقلق. اي هو صحيح ما لازمش، باغ اكزومبل ما عرفش انا حتى تخرج تهز تخرج انت وامك وبوك وعائلتك معناها تتقلق وتتغشش وتعمل عركه وتعديو نهار نعديو كثير متعارفين. انت فسرت لها انه كي تخرج مع داركم ولا مع عائلتكم مع امك ولا مع ابوك راهي مساله عاديه طبيعيه، فسرت لها هذا ولا؟ اي فسرت لها، اما المشكل فين انه هي معناها بالاول تقول لك اي وما فما حتى مشكل وكل، ومن بعد تعاود تتقلق. معناها كي نحكي تو كان حتى تو كان نحكي في الحكايه نقول لك اي وعندك الحق فهمتني، ومن بعد كي احنا نخرج ولا نعملوها الحكايه معناتها نقول وين الجمعه الجايه نعاود نخرج مع دانا تعاود تتقلق تعاود تصير عركه، وانا هذيك معناتها متقلقني انا تو هي. انت شو المانع في ان في انك تخرجها ما دام هي خطيبتك؟ شو المانع في انك كي تخرج مع داركم تخرج معكم مره ولا زوج شين؟ هو المانع مش مني انا، معناتها ما عادش ساعات نجم هي تكون ما تنجمش فهمتني، مش مني انا. انا معناها كيف كل ما نجم نخرجها معناها ما عندي حتى مشكلة. شوف هذه يمكن تجاوزها. تعمل تجاوز؟ يمكن تجاوزها معناتها إذا كان مجبور أنت مش تخرج مع داركم وهي مش معاكم وهي تتقلق، فما تنجم تعمل لها حتى شيء غير أنها تتقلق. ما فماش حل. أنا عطيتك معناها نخليها تتقلق أنا باش نعاود نسألك سؤال آخر. فوالا مش تتقلق بركة تعمل لك مشكلة. اي صح هذا هو شنو هي المشكلة اللي تعمل؟ فوالا راني جايك تعمل لك مشكلة كيما شنو؟ المشكل انه معناها تولي نتعاركوا ما عادش نحكي ونقعدوا نهارين ثلاثة ما نحكيوش وما عادش نتقابلوا في ثلاثة ايام، وانا معناها بالحق نحبه في ثلاثة ايام هذوك معناها ما نحملش انا. زيد قول لي على شنو اخر تتعاركوا؟ والله فما هذه فما شوية غيرة معناها فما برشا غيرة ولا شوية؟ والله نورمالمون برشا برشا معناها باغ اكزومبل نمشي لعرس بنت خالتي باغ اكزومبل معناتها اللي هي مكوزين ترابينا مع بعضنا مع بنت خالتي خويت معناها معناها حتى باش تتصور معاها تغيب في العرس معناها اللي هي حاجه ما نعرفش انا تنجم تغير من بنت خويت انما مش انتم طبيعتكم كيف كيف ولا؟ والله ما مش كيف كيف انا معناها كالعبد اللي طايح من روحه وتحيط. هي طايح من روحها ولا؟ لا لا هي ما صعيبة صعيبة في الكاركتر نتاعها ولا؟ صعيبة اي صعيبة. تتغشش على اقل حاجة؟ تتغشش وتعارك وساعات حتى الرياكسيون نتاعها تبدا اكزاجيري شوية. كيفاش اكزاجيري؟ مثال قلت اكزاجيري برشا معناها تنجم على حاجات صغيرة تافهة معناتها على حاجات وقت اللي هي على حاجات تافهة تعمل حاجات كبيرة ديكلونشمون من عندك انت ولا من عندها هي؟ والله جينيرالمون من عندها ساعات يكون من عندها حتى انا نوسع بالي نوسع بالي. لا في غالب الاحيان الديكلونشمون تاع المشكله ولا الموضوع اللي صارت عليه المشكله من عندك ولا من عندها؟ من عندها. نعم باهي دونك في بعض الاحيان من لا شيء على كلمه تنجم الدنيا كلها تتقلب هك؟ صحيح اي هكذا. انت شنو هي رد فعلك لهنا؟ انا رد فعلي والله معناها اكثريه الوقت ماني قلت لك انا معناتها دي جون اللي نطيح من روحي ونقول لا مش تبعني تبعني وقت اللي هي تنفعل على اقل حاجه تافهه ما تستاهلش الانفعال هذاك انت شنو هي رد فعلك وقتها؟ انا رد فعلي نقول لها معناها علاش تنفعل هكا انت الحاجه هي انت تطلع وهي تطلع وانت تطلع وهي تطلع وتتعاركوا
هذا سيناريو كلاسيك معناتها كلاسيك هو ويتعاود ديما ويتسامحوا عليه ويقعد يتعاود ليه برشا معناها ليه برشا ومستحمل انت وهي مستحمله ما في الاخر معناها من بعد كي ندور ندور ومن بعد نرجع نتسامحوا ويرجع كل شيء ندوروا في نفس الو ما دام تتعاركوا على مسائل تافهه ما عندها حتى معنى ودوروا دوروا ترجعوا وتتعاركوا ودوروا تعاودوا ترجعوا انا نقول سي با غراف اش يقرب طبيعه على طبيعه وين الجراف؟ وين الجراف؟ الجراف وين؟ الحاجة الخايبة وين ولا المخطرة وين؟ إذا كنت تتعاركوا على مسائل مصيرية ولا مسائل مبدئية؟ ما هو صحيح سي با غراف أما زادة أنت كان حياتك في العادية كلها مشاكل وكل ديما عارك وكل ديما معناها وين المشاكل؟ توا هي المشكل ريت توا معناتها أكوغ تيرم نقولوا احنا ما فماش مشكل. فوالا ما فهمت معناها انت تشوف روحك عمرك 40 سنه و50 سنه ومعرض وعندك صغار وشلو عندك مشاكل وريسبونسابيلتي وكل نجم ان سيغتان مومون معناتها انت وقتها تتغشش على الاخر وتعمل رياكسيون خايبه ومعناتها تعرف اللي يخوف شنو اللي يخوف انكم تتعاركوا على مسائل مبدئيه كبير اذا ما كلها مسائل ثانويه معناتها ليكيبروكو لي مالونتوندو والانفعال المبالغ فيه والتشنج المبالغ فيه والانفعال اللي يؤدي الى مشكله وهي ما فماش اصلا مشكله انتم ما تختلفوش على حاجات كبار على حاجات تافهه حاجات ايتناش بقول تافهه شويه تطلع هي هما ماهمش كبار اما الرياكسيون بتاعهم تاع اونديغي حاجات كبار اونديغي ايه هذايا الناس الكل يعيشوا ورا في الكوفي يتعاش هذا طبيعي اللي يظهر لك انت كبير يظهر لها هي مش كبير اللي يظهر لها الموقف يتطلب رد فعل معناتها اكبر انت تقول علاش المفروض هذه كله انا كي نسمع حكايتك ما نتقلقش وين نتقلق اذا كان الديكلونشمون على مسائل مبدئيه كبيره تفهم في اختيارك مثلا في مشاعرك واحد منكم يخون الاخر واحد منكم يعمل عملة كبيرة للآخر هذوما لو الحاجات هذوما معناها باش نكون واضح معك صاروا من الأول فوالا دونك ريت كي ما تحكيليش بالقدام من الأول خاطر أنا معناها هما صاروا أما معناها كلي تعديناهم وأنا ما نرجعش الحاجات تعديناهم هما تعداوا في ذهنك وفي ذهنها معناتها بالمفهوم السطحي أو كتفهمنا باش يتعداوا صحيح وتفضوا وانتهاوا لكن في قرارت من نفسها ولا في قرارت نفسها يا اخي الغيره المفرطه على من غير سبب الغيره المفرطه ما تحملكش تتصور هما في الاخر مش مني انا معناها ما من شكون ما منها هي ستادير فهمتكش هو مش خيانه دون لو فري سونس دو مو معناها خيانه معناها كيما انت ولا هي اي اما معناها نتاع فما دي ريلاسيون حتى نجم نقولوا سوبرفيسيال ما عادش كيفاش نفسرها اما كانوا موجود منك انت ولا منها هي ولا منكم الزوز هو من الاول كانوا منها هي ومن بعد ولاو مني انا وانتم مخطوبين ولا قبل ما تتخطبوا هما صاروا لي قبل ما نتخطب لا قبل ما تتخطبوا لا ما هوش هذاك علاش انا معناها من الاول ما نحكيش عليهم خاطر انا لا حكايه فارغه هذيا كل واحد عنده ماضيه وعنده الباسي نتاعو ما نعتبروش خيانه قبل ما تعرفها ولا تخطبها مشات معاها ليه نعرفها مع بعضنا احنا ما كناش مخطوبين انا نحكي مبدئيا هاي مساله مبدئيه هي انكم زوز مخطوبين هي انت متعبت مقلقتك الحكايه هذه هي تقلق خاطر اني قلت لك معناتها العيشه تولي معناتها انت تو ما نعرفش نهار لحد باش تخرج مع داركم تمشي للبحر وهي نهار لحد هذاك ما تنجمش تمشي فيه باهي فماشي نهار نجمت تمشي فيه فما ليه فما وكي يمشي كل شيء لابس عليه يعطيك الصحة ما لازم عني شوف مادام فماش مشكلة كبيرة اسي ديفيتي لي زاكروشاج هذوما حاول تلطف شوية من الموضوع وحاول أنها تكون ديما معاك خذ مسافة أنت إذا كنت تحب تخرج مع أصحابك ولا مع داركم ولا مع كذا إيجا بسوبليس واحكي معاها وفهمها من غير تشنج ومن غير كذا أنت دار فيك تخرج مع داركم من غير ما تقول نحب أنا نخرج مع أصحابي غدوة نقولوا باغ إكزومبل إي كيفاش تقول لها؟ كي نجي نحكي معاها لا كيفاش تقول لها؟ نو كيفاش؟ قول لي كيفاش تقول هذا وغدوة مثلا معناها صحابي اللي هي تعرفهم صحابي الكل تعرفهم معناها احنا السيركل دامي معناها باش نخرجوا مع بعضنا وكذا تقول لك ديريكتومون لا وتشري لك مشكلة لا ما تقولكش لا بعد ما تخرج هي بعد ما تخرج تقول لك هي ما تحسها مرخية شوية اي مغيارة شوية هي تحبك ليها هي برك اي
فلان بعد ما تخرج انت من غدوه معناها تبقى عبد اخر. اي تبقى عبد اخر تاخذ في خطره وتاخذ موقف صحيح، وتشري لك شبوك وتعمل لك عركه هاي. وتقعد خاطر هي مش موافقه اصلا، هي خاطر هي مش موافقه اصلا باش تخرج. هذا شوف وين بيدي، ما نحبش معناها نقعد، معناتها انا ما نحسش روحي عملت حاجه غلط، ما نحبش نقعد نحس. وهي تخليها تمشي مع عائلتها ومع اصحابها وحدها. اي اي كي تبدا مع عائلتها ولا مع اصحابها اللي انا نعرفهم معناها وعندي فيهم ثقه، ما عندي حتى مشكل. انت منين خايف على نهار اخر؟ اي هذا هو معناها انا قلت لك اكوغتيغ معناها الغولاسيون، قلت لك انا دي جون غلي صبوري ونوسع بالي دونك ما يقلقنيش. باغ كونتر الون تيغ معناها بالحق ما تعرفش على روحك، تبدا عمرك 40 سنه ما نجم عادش عندك وسع بالي. مش للدرجه هذه، اسمعني اسمعني هذوما. شوف انا المشاكل هذوما ما يخوفونيش، اللي يخوفني هو اللي ما اكبر من هذا. اسايي مع بعضكم باش تفهموا بعضكم بالكدا، وتحاول هي تتنازل زاد، لازمها تتنازل هي زاد وانت تتنازل. اي جو تروف معناتها اللي مو مشكله بسيطه، بون توتر لك اعصابك وتعيفك في حياتك، اوكي متفاهمين فيه وتخوف زاد، اما مادام تحبوا بعضكم اشي قربت بها على طبيعه واحده واحده. داكور دو سيدي بالوقت بيان سور. قداش عندكم مخطوبين؟ 3 سنين. اي وقيت باش تعرفوا انتم بالك بالك ال وقيت. ايوه انا معناها ما طرحت الموضوع هذا خاطر كان منخمم في حكايه العرس ومعناتها انا شو سانسيغمون انا معناها اسمع من القلق من القلق تنجم تعمل لك مشكله. اي صح من الروتين من حتى شيء خويا تكون قاعد رايح حتى انت زاد حتى انت زاد كيف 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 تلقى الرجال زاد كيما كيما خطيبتك بالضبط هكاك تشري في الشبوك تي عادي عادي تتلكش من المشكلة من في دارهم ولا سخانة ولا فدة ولا قلق ولا روتين تقوم تدور علي انا وانا ما معها شيء ما تعرفش نسيتي نسيتي كلهم هكا والرجال كلهم هكاك يقنقانا يقنقلوا نهار كامل دن 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 شوفوا حل خويا لازم شوفوا حل كلهم قارين عند فرد مدب يا ولدي زايد ما تكسرش راسك. هاي خويا برر خذ زمان متاني وكلمها وسايسها بشويه بشويه. هذاك هو سيدي. هاي سيدي الى اللقاء، صباح الخير، ليلتك زينه خويا. ماضي ساعه وخمسه دقائق حتى الرجال هذا كلهم قارين عند فرد مدب بالضبط. دزنا النحا وعمل روحك ما في بالكش وطفي الضوء وقص الموضوع توا وهي كذا كلنا كيف كيف يا ودي يعني وزوز نساء يعني ورجال يعني وهذيك الحياه. الحياه شنو كيف زوز باش تفهم يا اخي؟ زوز نهار كامل يقعدوا يغزروا لبعضهم يعشقوا في بعضهم تحبني ونحبك تيقعدوا طابط عليك فاتوره المات وتشوف فاتوره الضوء وتشوف الجو كله يتكهرب، طابط عليك القباضه مو هذه ويهبط عليك الفاتورات الاخرى والكهرباء والكمبياله والكريدي والشيك تدخل بعضها ماش من عادي طبيعي. يلا سيدي ماضي ساعه وقداش 6 دقائق على موزايك فهم في على الرقم 71 113 1071 113 1000 للمكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو عسلامة سيدي، مرحبا بك خويا. مرحبا بك على لاباس. مرحبا، شكون معايا سيدي؟ مراد. مراد قاعد تسوق يا مراد؟ أي أمان عايش خويا، وقف الكهرباء ما يسالش 5 دقائق 6 دقائق حط كاتكلينيتون في الكياس أمان وخلينا نحكي وأنت مأمن في سلامتك وأنا ما نقعدش متحير عليك يا خويا. ربي يخلصك. عايشك. وقفت الكهرباء ولا؟ عايش خويا. وقفت ولا؟ اي سيدي. شدت ثنية شنية؟ انا تو بن عروس الجي بي. اه بن عروس الجي بي اي خويا، تكي على اليمين خلي نحكي ولاز وتاكسيست والا اش نعمل في الدنيا؟ نورمالمون هكا عرفت. عرفتك تاكسيست. من اي اما اسمع ما سمعتش ما سمعتش التك تك نتاع الكاتكليريتو. لا انت وانت لا لابد التك تك لابد التك تك هاي مش مشكل المهم وقفت يا خويا هذاك راهو لسلامتك. مرحبا بك. قداش عمرك سيدي؟ 37. ما معكش كليون ولا حاجه؟ معايا كليون. كيفاش والكونتور يماركي؟ لا لا مش مرتي هواك فمشرحت له الوضعيه قلت له نمشي. اه قلت له ساره يا بي يا بي هذه مشيش نعطلوه الراجل عاد. مرحبا بك سيدي. بيك عايش. اي خويا قول لي شبي خويا شفهم. والله نبدا ما نختار الحديث. انا عندي اختي اي هي مولوده انا مسمى ثاني معناتها عندي طيب مانيش نسمع فيك بالكدا كان محل التليفون سكر وما
يا ربي قلت الراديو اللي في ال... قلت على التليفون اسمه موت تعب نتاع نهار كامل يرجع عرفت واحد يخدم تسعة نتاع الصباح توا على بعضه الله المستعان يعيشك. قل لي ايه عندك اختك شبيهة؟ عندي اختي نحب نتعرف عليها نحب نعرفها. وين يا اختك؟ وين؟ نبدا الموضوع من الاول. اي ابدا لي من الاول بيان سور. انا امي بابا عرسوا عام 76 اخر 76 ايوه تو هما طلقوا في عام 84 طلقوا عام 84 طلقوا قداش جابوا صغير؟ عندي اخوي انا اخويا اكبر مني انت انا مولود وخوك. انا مولود تقريبا تروا واخوي مولود تقريبا باي باي امي حاسه بقيالها تقول اللي بين خاطر كي عاودوا تعرف ثلاثه رجل اخر عندها ثلاثه بنات تقول بين الصغير والصغير ديما انا نصبر عام وست اشهر عام وسبع اشهر اي شو يحب يقول هذا يحب يقول امي دوما عرفت 76 معناتها في 79 اول 79 كانت جابت بنين جابت بنين اي ولدتها في سبيطار تقول هي سبيطار الصدقي عزيزه عثمان اليوم ايوه عزيزه عثمان اي قالت لي ولدتها عاديه اول كرش فنعام بالضبط 79 انا غير حتى كي تقول خويا مولود باكتوبر اكتوبر 81 نرجو 9 شهور حباله ونجدوهم عام 7 اي لله محمد رسول الله قالت لي ولدتها عاديه عملوا لك البون في يدي سميتها ناديه ولا هاي قالت لي من بعد جاني شكون اللي هو يجي رجل عمتي هذا وقت هو يخدم في بالي يخدم في وزاره الصحه الشوفور حاجه ايش قال لها؟ قال لها بنتك مات يا اخي بنتها ما في السبيطار هي وياه ولدتها بطريقه اي قالت لي ومعاه معناتها انسان ميترونجير ما نعرفهاش اي معاه واقف جنبه ما نعرفش شنو صفتها هذيك قلت لها لابسه طبيعي سيفيل معناتها قدامها حاب تشوف رياكسيون في المراه هذيك ولا شنو الحكايه قالت لي قلت له جيب خلنا نبوس بنتي اول كرش ولا ولا نسلم الجثه تاعها لا نسلمنا الجثه لا حد شيء اي اي بعد بريود كبيره برشا مشى هي بحكم انا رجل عمتي هذه وعمتي يسكنوا في وسط البلاد معناتها في بلاصه قريبه اي هي تدور في وسط البلاد عديت تطل عليهم صرت في الحديث مع عرفت امي وبابا هي عمتي اي عرفت امي وبابا هو دار عمتي معناتها أيوة. امي عندها علاقه بدار عمتي بيان سور اي مشيت تطل على عمتي معناتها دار رجل عمتي هذه تطل عليها تطل عليهم لهنا عوام هنا يا اخي عمتي لقاتها مريضه شوي قلت لها على موت على حياه نحب نصارحك الموضوع اللي هو راهي بنتك اللي معناتها مفقوده راهي موجوده حي فهمت يا علاش مالها ولد عمتها قال لها راهي توفيت رجلها اي علاش قال لها توفيت فهمتني وين موجودة الطفل؟ ما نعرفش عليها ما نعرفش إيه شكون اللي هزها؟ أنت مش ولد عمتها مش ولد عمتها في السبيطار جاء قال لها توفات؟ أنا سؤال هذا يطرح روحه لا لا سامحني دقيقة عاد لا لا دقيقة دقيقة خلينا نثبتوا في التفاصيل مش قلت لي قريبها يخدم في الـ في الـ في الرابطة وقال لها راهي توفات مش قلت لها في السبيطار يا عزيز عثمان هو الرابطة مش رجل عمتي هو اللي قال لها راهي توفات راهي توفات باهي المرأة هذه قالت لها على موت على حياة راي بنتك حي اي شنو هي التفاصيل؟ اللي هي مرت ما انا عارفوش كي سوى الوقت اللي هي مريضه كي سمعوا بناتها معناتها اللي هي قالت شبيك يا امي تحكي هكا ولا شنو امي خاف تسرح ومشي فهمتني؟ ما كملوش فيه الموضوع هذاك انا في عرسي انا عرفتها 2014 ان شاء الله في عرسي انا عمتي عيطت لامي قالت لها راك الموضوع هذاك لو مازال قايم الزيت معناتها اي وين لبنيك هي تعرف جاني باش نحكي فيه معك امي إيه؟ خايفه ما تحبش تمشي لدار عمتي بحكم انا ما عنديش علاقه كبيره بعمتي يا الموضوع عند امك تمشي لدار عمتك خلي تخض الموضوع هذا وتحكي معاه خلي ما تمشيش خاف هو رجل عمتي توفى إيه؟ وهي تعديت ولد عمتي قالت له شوف لي فيه الشرطه الموضوع هذا وجات حاولت تتصل بك برشا مرات ليك انت ما نسمتش فهمتني انا مانيش عارف ما انت الموضوع هذا مش نلقى حل سهله برشا عند عمتك تعرف البلايا وين حتى بابا صرحته في رمضان قلت له بابا شنو الموضوع هذا خليني نفهمش منها يا دي امك اول حاجه ما مش من الاول معناتها باش جابتك تعبت برشا باش داويت لا عاد الموضوع ابوك ما فيش فايده في الانكار لانه امك جابت البنيه اصلا شنو ابوك مش يقول لك لا ما فماش ما
لا لا قليل فماش فماش من كيفاش هو أمك جابت بنية خليتها في السبيطار؟ قلت له عليه أنت أنا أقول لأمك وأبوك يتفهموا في الموضوع الساعة يوم مش في الحياة طلقوا مش تهموا في الموضوع كما باهي ننسى أبوك يا سيدي عمتها هذه ما فماش ما تنجمش تمشي عمتي أنا اللي هي أخت بابا أي ما تنجمش تمشي تحكي معاها وتشوف وين الطفلة موجودة هي خايفة خاطر عمتي غارتين عليها تتأثر ولادها على أبوهم حبي تتأثر أبوهم عملها على الله أعلم شنو هي السر وراء اختفاء الطفلة أنا ما فهمتش لا أعلم ممكن تصرفوا فيها شو تصرفوا فيها أخي بشر روح بشر تصرفوا فيها ممكن سميت الطفلة سميت الطفلة نادية نادية ما تخاف لا تسجلت باسم واحد اخر من بعد ولا حاجه أي. اللي اعلم بالولاده شكون الله اعلم وشو اللي سماها شو اللقب اللي خذيته بعدين فهمت هكاية تلوج اي مش الله اعلم معناتها اذا كان السر عند شخص موجود حي على قيد الحياه انا يظن الموضوع تفض مفضوض معناتها انا حبيت وراه وخدت الناس كل خايفه حاشمه منه ولا ما أنا الموضوع ذي مقلقني اللي حبيت ويراه الضوء يوصلك الحقيقة عندي شكون؟ الحقيقة عند عمتي عند عمتك تنجم تمشي تحكي مع عمتك وين طفلة؟ أنا مش نحكي معها مال شكون؟ أنت عمتك يا ودي مال أنا مش نحكي معها؟ احكي معها أنت احنا أنا ما تصورش نحن عائلة معناتها عصافير تزقزق يا خويا باهي عائلة ما كومش العصافير تزقزق هذا الصباح أبعث حد آخر يحكي معها خلينا الوصاية عند ولدها ولدها يقول لي باهي 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 تقول له قول الموضوع قلت كان يمكن يعني انت عندك اختك على قيد الحياة من عام 79 معناتها عمرها دوا تقريبا في دورة القداش معناتها في دورة 38 سنة 39 سنة في ال 40 سنة موجودة على قيد الحياة الله اعلم معرسة وعندها ممكن كنت تتقابل انت وياها في الدنيا وممكن كنت تخوها اختك وانت ما في بالكش شوف الكوارث اللي يعملوا فيهم العائلات عليها ويمكن ماني طلعت معي في التلسيو ما نعرفش وما تعرفش تصور خويا خو اخته معناتها في جرة في جرة مصيبة كما هكا معناتها سيدي مادام الحقيقة عند عمتك عمتك هي اللي تقول لكم فما حتى حل الموضوع هذا غير عمتك فوالا عمتي خاطر يمكن ضاغطين عليها ولادها ولادها كبار وبناتها معناتها هاي تقول لامك راهو عندك بنتك حية فيش ضاغطين عليها من بعد ما عاودتش تكلمت خويا اجاني ليميسيون اجاني هذا موضوع مش نتاع راديو هذا موضوع نتاع تلفزة إيجا بحثي يا خويا للتليتا ونحكيو فيه ونشوفو كيفاش نجيبوها ونطلعوها داكور دو سيدي أوكي أوكي يا خويا إلى اللقاء تصبح على خير ماضي ساعة و 33 دقيقة على موزايك فهم مازلت معاكم في انتظار المكالمة الهاتفية الأخيرة